وبيت أبوي كان بثلاث طوابق، أول صفد، ودار عمي أبوه هون كمان أول الشارع، كمان كان عندهم عمارة كبيرة، كان عندنا أراضي، كان كله هذا. أبوي كان تاجر، طيب عنده كويس. حواصل، كان بتعرف في زمان يدرسوا دراسة القمح، وكان عنده نحاس، وكان عنده غرابيل. نحاس كان من عنده الشام أربع كان محلات، كان عنده أبوي فاتح. نحاس من الشام كان يجيبوها. كان كل أغراضنا من الشام، كان أبوي يسافر يروح على الشام يجيب أغراضه ويجي. أنا كنت بحيفا لما خلينا صارت بحيفا. الحوادث، أمي وأبو أمي وإخوتي قالوا لي تعالي، أنا بدي أجي، صار هون على طريق الفينري رخبطة، خفت أروح. المختار قال لا خليكم، مثل بصير عليكم بصير علينا. هذا بقى صار قال بصفد يحاربوا ما يحاربوا ما بعرف، هذا ما بعرف وش هذا، ما بعرف كيف طلعوا تحت الشتاء وتحت الغيم، ونزلوا بوادي، بعد الطواحين وادي الطواحين كانت تسمع فيها، بوادي الطواحين. حتى بيقولوا لك وحده بتخرفتني حامل ولدين، رمى ولد وخلى ولد بايده، كلهم طلعوا على طريق واحدة. وين التقوا؟ بمرون، في مرون البازات واقفة عم تستناهم، وين انت يا بنت جبيل، وين انت على هوا، وين انت، فرقوهم، اللي طب بنت جبيل، واللي طب بيروت، واللي طب الشام، واللي طب ببغداد، فش حدا من صفد كان هون. ادور ندور انه بالقرية هون حدا من دار اهلي، يعني من عيلتي، لا كلهم طبوا بسوريا، أخذوا معهم إشي من البيت لما طلعوا؟ ولا غير اللي عليهم، بيت وبيت كان، بيوم وليلة ما لقوش معلقة. اجوا اكثر من يوميتها صار يقولوا انه روحوا شوفوا بركي تقدروا تفوتوا، بركي تقدروا تاخذوا اشي، يعني راحوا لقوا الحواسل كلها فاضية ذهبوها. والبيت فاضي. بدنا الحالة كيف هيك صارت فينا، يعني عايشين وعنا بيوت وعنا رزق وعنا كل اشي، يعني كان كناش نحتاج اشي برا نشتريه، كله بأراضينا، كله بأراضينا، والحمد لله فهمنا نعمل. إذا لما رحت أشوف إحنا بنقول كرو، لما رحت أشوف اسألي لساي، ولا عرفت حجر هالقد ما عرفته. وين هون على علم البير، هون كانت أوضة، هون كان هيك، كان أبوي معمر بالكرم بيت نصيف في الكرو والشتي بصفد، لا لقينا صيف ولا لقينا شتاء. لإجت أختي قالت لي لك هيات هذا محل البير، هذا البير في سطح البير مبين بس مش مبين هاي الترمبة هاي اللي كانوا ماخذين نص الأرض معمرين فيها. طب متذكري أول لقاء لما إجي لهون خياتك؟ أول لقاء كان بال79 لما طلعنا على قبرص أول مرة شفناها. تسأليش لما شفتهم بقى هيك كيف قاعدة أنا، لقاء كان بس شيء أطلع عليهم لا يصدق. لا أعرف أحكي ولا هن خرفوني، عملنا هيك ورحنا هيك وجبنا هيك ولا. عرفتيهن؟ أولاد أختي لا، أختي كمان لا، الكبيرة عرفتها، أختي قاعدة تحدي هاي بقبرص، قعدنا عيلة كبيرة رحنا، وقالوا اسا بدها تيجي، اسا بدهم يجوا بدهم يجي. اختي الكبيرة نزلت من السيارة عرفتها، اجت وحدة تانية نزلت قاعدة تحدي كيف حالك، وتبوس فيي بقولها قولي لي بالاول انت بنت مين، كل من قاعد لطم على وجهه قالوا لك هاي اختك، هاي اسا هي توفت هاي صغيرة كانت. هاي بقبرص، قعدت يومين وانا ما احكي.